بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 32 من الكتاب السابع، كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على القبر، أي إذا قبر الميت المسلم، فهل يصلى على قبره بأن يتخذ قبره قبلة له كأنه هو سرير الجنازة فيصلي عليه صلاة الجنازة ويكبر أربعا ويدعو له أم لا؟ خلاف بين العلماء. المشهور عند الملكية لا يجوز، وأن ما فعله النبي خاص به، والمشهور عند الشافعية أنه يجوز كذا الأحناف إذا لم يصلى عليه ولم يمر على دفنه مدة بحيث يتحلل الجسد، واختلف في هذه المدة، بعضهم قال 3 أيام وبعضهم قال أكثر من ذلك، فإن زاد على هذا الحد الذي يغلب على الظن بدء تغير الجسد أو انفجاره فيدعو لا ولا يصلي عليه. باب ما جاء في الصلاة على القبر، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 94 بعد 500 والألف، يقول: حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، قال: فهلا آذنتموني، يعني أعلمتموني قبل دفنها لأصلي عليها؟ فأتى قبرها فصلى عليها. وفيه كمال شفقة النبي بأمته وبتفقد أحوال أمته صغيرهم وكبيرهم ولو كان من الضعفاء، حتى أنه قالوا أنها كانت امرأة خرقاء تقم المسجد، وبالرغم من ذلك كان يهتم النبي لها ولشأنها، وأراد أن يبين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جواز الصلاة على القبر لمن صلي عليه، على القول بأنه جائز وعلى القول بأنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذهب مشهور مذهب المالكية، لأن صلاته على المؤمنين تملأ قبورهم نورا، ففهموا الحديث على الخصوصية، ولكن الشافعي عندهم لا تخصيص إلا بنص، وفعل النبي بلا نص واضح في التخصيص يدل على جواز فعله لسائر الأمة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقالوا: فلانة. قال: فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات فيكم ميت، ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. يعني النبي كان يريد أن يصلي على كل ميت يموت في حال حياته صلى الله عليه وسلم.
قال فلا تفعلوا أي فلا تدفنوا ميت قبل أن تؤذنوني لأصلي عليه ما دمت فيكم، لا أعرفن ما مات منكم ما مات فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة. ومن هنا فهم الإيه الملكية التخصيص من الرواية دي، فإن صلاتي عليه له رحمة، فدي خاصة بالنبي. ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر عليه أربعة. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر بذلك فقال هلا آذنتموني بها، ثم قال لأصحابه صفوا عليها فصلى عليها. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فدفنوه بالليل، اللي هو أبو طلحة بن البراء وكان في بني سلم وكان ساكن في حي كله يهود، فلما مات دفنوه ليلا مخافة أن النبي يذهب إليه ليلا فيؤذيه اليهود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. يبقى ده واحد تاني اهو صلى على قبر اللي هو أظن اسمه طلحة بن البراء، كان ساكن جنب قباء والمنطقة دي كان فيها يهود كتير ليلا، فكرهوا أن يؤذنوا النبي ليلا فيذهب إلى هناك فيغتالوا اليهود فدفنوه ليلا. وعن أبي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر يعني دفن. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كانت سوداء تقم المسجد، تقم يعني إيه؟ تكنس يعني تزيل قمامته، فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال ألا آذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. باب ما جاء في الصلاة على النجاشي اللي هي صلاة الغائب. والنجاشي ملك الحبشة وكان اسمه أصحمة على الصحيح، لأن كلمة نجاشي يعني زعيم الحبشة وليس اسمه، زي ما تقول كسرى كده، كل من ملك فارس يسموه كسرى، وكل من ملك الروم يسموه قيصر وهرقل، وكل من ملك الحبشة يسموه النجاشي، وكل من ملك مصر يسموه فرعون، وكل من ملك حضرموت واليمن يسموه قيل، والقيل أقل شوية من الأمير، يعني دي ألقاب وليست أسماء لأحد، لقب بس. أما اسم النجاشي في عصر النبي الذي صلى عليه اسمه أصحمة، وكان مسلما أصر إسلامه
وكان قوم لا يعلمون الإسلام. وهذه آية من الآيات الواضحة في علامات نبوة نبينا، وهو الإخبار بالغيب، لأن النجاشي يموت في الحبشة والنبي في المدينة، ولا في لسه قنوات فضائية ولا في إذاعة ولا تلفزيون ولا محمول موبايل ولا أي وسيلة للاتصال، فيعتبر بالنسبة للنبي غيب، ولكن يخبر في وقت وفاته، في ساعة وفاته بهذا. فهذه آية عظيمة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصلاة على النجاشي وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن النجاشي قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع وصفنا خلفهم. طب هو هيدفنه في البقيع؟ خرج ليه للبقيع؟ قالوا خرج ليعلم الناس، ليعلم الناس، لأنها آية كبيرة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس بوقت موت إنسان في مكان بعيد، وليشهر إسلام النجاشي وأنه مات على الإسلام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر 4 تكبيرات. وصلاة الغائب عند الشافعية جائزة لكل مسلم، وعند المالكية والمشهور عند الأحناف طالما صلي عليه فلا صلاة غائب، طالما صلي عليه، يعني لو إنسان مسلم صلي عليه في مكان ودفن فلا داعي إننا نصلي على الغائب في أماكننا نحن، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام البعض سقطت عن الآخر، لكن الشافعية يجيزون ذلك. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال: حدثنا بشر بن المفضل حاء، وحدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فصلوا عليه. قال: فقام فصلينا خلفه، وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن حمران عن حمران ابن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع ابن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه، فصفنا خلفه صفين. أظن أنها كان في العام 9 من الهجرة، كان في العام 9 من الهجرة، والله تعالى أعلم على حسب ما أذكر يعني، لكن تراجع، اللي هي صلاة الغائب. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. وعن أبي قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4. وهل صلى على أحد الغائب غير النجاشي؟ ده سؤال بقى، هل النبي صلى على أحد آخر غير النجاشي صلاة الغائب؟ آه، صلى على أحد الصحابة مات في المدينة وهو في غزوة تبوك، اللي هو معاذ بن معاذ. جاءه سيدنا جبريل وأخبره أن معاذ بن معاذ قد مات وهو في تبوك، ومعاذ كان في المدينة، فصلى خلفه 70,000 ملك، وصلى النبي عليه،
وقيل انه طويت الارض فرفع سريره للنبي فرآه، فسأل جبريل لما هذا يا جبريل، يعني حضرت صلاة الجنازة 70,000 ملك فيه، مش العادة يعني بتحضر ملائكة بس مش بهذه الكثرة. فقال لحبه بسورة السورة قل هو الله أحد، كان يتلوها ليل نهار ذهابا وجيئا، كان لي ورد يقرأ قل هو الله أحد على طول، طول ما هو ماشي فاضي رايح ماشي يقرأ قل هو الله أحد. باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، والقيراط نصف دانق والدانق سدس درهم، والدرهم 2.9 جرام فضة، يعني كمية ضئيلة تعتبر يعني. لكن النبي بيقول لهم ان القيراط ده بقى مش زي القيراط بتاعكم اللي هو نصف سدس الدرهم، لا ده القيراط عند الله مثل جبل احد، لكن هو عندهم قدر ضئيل، نصف دانق والدانق سدس درهم، يبقى نصف السدس يعني 1/12 من الدرهم، بالدرهم 2.9 جرام فضة. وهل القيراط يقصد به مساحة الأرض؟ غير معلومة عند الصحابة، النبي بيكلم الصحابة بما يعلمون، لأن القيراط مساحة في الأرض ده عند مين؟ عند المصريين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفتح مصر وعندهم القيراط، يعني قسموا المساحات بالإيراط الأرض، ما كانش عند الصحابة يقسموها بالإيراط، يقسموها بالزراعة. فيبقى النبي لما بيخاطبهم يكلمهم على القيراط اللي هو مش قيراط المصري، يكلمهم على القيراط المدني اللي هو ايه نصف دانق اللي هو سدس، والدانق سدس الدرهم. قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان. قال وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين، يعني قدرا وعظما عند الله. وعن أبي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان. قال فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطاطة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، يعني قيراط آخر مع القيراط الأول يبقى قيراطان، يبقى اللي يصلي على الجنازة له قيراط، واللي يشهد الدفن له قيراط آخر، ويبقى اللي يشهد الاثنين له قيراطان. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، ويقصد انها تدفن يعني تدخل القبر تلحد يعني او تشق، يعني توارى بالتراب، مش مجرد انه يتبعها لحد القبر وقبل ما تدفن يمشي، يقف ينتظر عشان ياخد القيراط كاملا حتى ينتهوا من دفنه. والذي نفس محمد بيده، وده قسم النبي المحبب له صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده يعني والله، لأن النفوس بيده هو الله سبحانه وتعالى، والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا، وأشار إلى أحد.
باب ما جاء في القيام للجنازة. إذا مرت الجنازة على المسلمين هل يقوموا لها أم يقعدوا؟ ورد القيام أولا للجنازة سواء كان مسلم أو غير مسلم لعظم الموت، ولا إيه؟ لأن الموت عظة، والإنسان إذا اتعظ وقف، ومصيبة، والإنسان يستقبل المصيبة بالوقوف. وقيل لما يتبعها من الملائكة، والرجع أنها لعظم الموت، وأن النبي كانت جنازة يهودي وقف لها أولا ثم بعد ذلك ترك الوقوف عندما علم أنه من عادة اليهود لحب مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي قال الشافعي أن الوقوف للجنازة استحبابه نسخ وبقي الجواز، نسخ الاستحباب ثم بقي الجواز. باب ما جاء في القيام للجنازة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا. وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. يبقى هنا دل على أن العلة للقيام هذه الرواية هي أن الموت مصيبة، ربنا سماه مصيبة الموت في القرآن، سماه مصيبة الموت، والإنسان إذا حدثت مصيبة يستقبلها بالوقوف والاهتمام. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد، حبر من اليهود يعني، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. يبقى دل على أنه الأمر بالقيام نسخ وبقيت الإباحة، لك أن تقوم ولك أن تجلس. باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكره الغافلون.